رغم أن الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر في العالم العربي تعتبر من نجمات الصف الأول في تركيا، وتعتبر صاحبة الأرقام القياسية في الدراما التركية، حيث سجل مشهد الاغتصاب الذي قدمته في مسلسل ما ذنب فاطمة غول أعلى مشاهدة في تاريخ الدراما التركية. إلا أن مواقفها السياسية ومهاجمتها الدائمة لحكومة أردوغان تسببت بتراجع نجوميتها داخل تركيا في السنتين الآخرتين. ولكن يبدو أن مواقف برينسات السياسية تروق لطلاب جامعة أنقرة الذين صوتوا لها للحصول على جائزة الموقف الوطني من قبل الجامعة. برين التي تسلمت جائزتها منذ أيام من الجامعة لم تخفي فخرها بحصولها على هذه الجائزة التكريمية، وقالت في كلمتها أمام الطلاب أنها منذ عام كانت تسمى خائنة للوطن، واليوم تستلم جائزة الموقف الوطني، وأن هذه الجائزة تشعرها بالفخر والاعتزاز. وكانت برينسات عرضت منذ أشهر لأوسع حملة انتقادات من قبل الجمهور التركي، وذلك بعد التزامها الصمت حيال الانقلاب الفاشل اللي حصل على تركيا، حيث لم تعلق بأي كلمة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها الكثيرون بإغلاق حساباتها معتبرين أن صمتها موافقة. وذكر في عدد من المواقع الإلكترونية أن سبب انسحابها من الجزء الثاني من مسلسل سلطانة قوسيم بسبب مقاطعة الجمهور التركي للمسلسل بسبب آرائها السياسية، وبالتالي عدم تحقيق المسلسل نسبة المشاهدة العالية، ليتم استبدالها بنور غول يشلشاي في الموسم الثاني من العمل.